في حالة إنسانية يعاني الطفل مصطفى عبد القوي أحمد قائد من الاستسقاء الدماغي، فيما أسرته تعاني الفقر المدقع، لا يملكون حتى ثمن العلاج لابنهم ويحتاجون لمد يد العون إليهم. تفاصيل في التقرير التالي. مصطفى عبد الله عبد القوي طفل في الخامسة من عمره منذ ولادته أصيب بما يعرف بالاستسقاء الدماغي، ليكبر رأسه عاما بعد آخر ويوما بعد الآخر ويثقل بالسوائل في ظل عجز الأهل عن مساعدته للظروف المادية الصعبة التي يمرون بها. عمره هذا 5 سنة دي عالقه من يوم ما خلق، من نفس اليوم لخلق به 5 سنوات، شبي 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 حق الراس لما انقرح من وسط الراس حقه، دحين هذوا عظامي باين، دحين تكدوا بالراس هكا وقيع يزعق، لقيك تطلعي مشاط ولا حاجة زعق، ولا واحد يحيره على طول لحتى عيون حقه يحمرين، يسكبن دموع وأنف حقه قس واصل سكيب ما يوقفش خارص من حقه أنف ولا يقس يلقيك. قالوا السبب عنده ما يستسقى بالراس، أراد عملية للخارج، يعني من وقع في الراس فما هنا ما استسقى في الراس، وعنده ماسورة من الراس إلى البطن، ويحتاج إلى المساعدة. إيش يزعك يا مصطفى؟ الراس. يزعك كثير. وفين كمان يزعك؟ وينه؟ أتوا من ريف تعز إلى صنعاء للبحث عن علاجه، ليتفاجأوا بحاجته الماسة لجهاز شفط السوائل الغير موجود إلا في الخارج، وبتكلفة باهظة جدا والتي قد تصل إلى أكثر من 10,000 دولار، في ظل عجزهم عن تأمين حتى سكن لهم. إحنا حالتنا قاسرة، الزوج تعبان داخل، عنده السكر وذكها مريض، ومعي مكانه وأخو الثاني عنده الصرع، ما نقدرش نعمل حاجة. إحنا حالتنا حالة مين شرعب، ما نقدر. دحين جينا هنا عند جارنا ساكنين عنده، دحين عدر ما نطلب مساعدة تقال حقنا، ما نقدرش نسافر، ما نسافر ما من ما معناش حاجة له، ها ما نستاجر، ما نقدرش نستأجر شقة، ما أصلا نادينا عطلين ما معناش حاجة، حتى البيت حقنا بالبلاد قي خربان، والله نحنا نرقد والأرض فوقنا تنزل، ما نعمل، حكم الله يختار خير التما في الخير والصلاح. طيب أنا من القرية نداوي الزغير، جالسين عند واحد صاحبنا. معكم بيت هنا؟ ولا ما أبوش بياس، بيتنا في القرية. أبو مساعدة من التجار يساعدونا لمفاعلين خير علشان نقدر نعمل له عملية بالخارج، تكلف 10,000 دولار، إحنا ما فيش معنا. تبكي الأم بمرارة على فلذة كبدها كل يوم حزنا عليه وعلى تعبه، وتتمنى أن ينعم بالشفاء، فخمس سنوات من المعاناة ليست بالبسيطة، وقلة ذات اليد هي من حال بينهم وبين مداواته، فهي أسرة عفيفة تتمنى فقط من يساعد فلدة كبدها، لنتفاجأ بعد رحيلنا من التصوير بإصابتها بالجلطة من الألم والحسرة. فمن لهذه الأسرة الصغيرة المتعففة جدا بعد الله تعالى إلا الخيرون من أهل الخير، ليفرج الله عنهم كربة ضاقت بهم، وأحزنت بشدة والدتهم الموجوعة على سوء أحوالهم.